أنه مخير بين المثلية و أو قيمة المثل يشتري به طعاما يوزعه أو عن كل عدد ذلك الصيام عن كل مد أن يصوم يوما. طب تعال وقلنا في الجرح أيضا كل بحسابه، فإذا أمسك المحرم صيدا فقتله الحلال، زيد كان محرما ولبى بالإحرام وقبل أن يصل إلى مكة وكان في طرق يعني بعدما لبى في أبيار علي وهو في الطريق إلى مكة وجد غزالة أعجبته جدا فطار عليها وكان رجلا يعني متقنا في هذا، فطار عليها فأمسكها لكنها كادت تقتله فجاء رجل فنحره وأخذه. فهنا الآن أمسك المحرم الغزال الصيد وجاء الحل فإيش الحلال فماذا فعل؟ فقتلها. فمن يضمن هنا؟ أو الحق أولا نقول في المذهب لابد من الضمان، لابد من الضمان لأن الذي مسك هو المحرم فلابد من الضمان. طيب يضمن من؟ يضمن المحرم لأن المحرم هو الذي قد حرم الله عليه صيد البر فهو حرام عليه، يعني هو الذي ارتكب الإثم، هو الذي تعدى الحدود، هو الذي تعدى في حق الله جل في علاه فأخذ الصيد وهو محرم فهذا إثم فنقول يضمن. فهذا قولا واحدا، لكن اختلفوا في المذهب إذا ضمن يرجع على من هو ليس بقاتل، ما فعل إلا أنه قد أمسك به هو ليس بقاتل، يرجع على بالضمان على القاتل أم لا يرجع؟ قولان في المذهب. القول الأول قالوا يرجع على القاتل لأنه قد جره القاتل للصيد اللي هو الحلال، جره إلى ضمان المتلف فتعود عليه المسألة، فقالوا يرجع على القاتل بالضمان لكن هو يضمن من أجل أنه أخذ الصيد وهو محرم. القول الثاني وهو الصحيح والمعتمد والذي ندين الله به أنه يضمن ولا يرجع على القاتل. لما قلنا لأنه تعدى بالمسك، هو تعدى بالمسك الذي أدى إلى القاتل، أما القاتل فلا شيء عليه، لا تعدى حق الله ولا تعدى حق الآدمي وهو حل وبل له، الصيد حل وبل هذا من رزق الله جل في علاه له. فلذلك نقول أما القاتل فلا شيء عليه قولا واحدا، والحق أنه يضمن المحرم لأنه قد تعدى، فبالتعدي الضمان، فالقاعدة الأصولية التعدي يؤول إلى الضمان أو التعدي يلزم أو يستلزم الضمان، فبالتعدي الضمان ذلك الضمان على المحرم. هذا بالنسبة إن كان القاتل إن كان حلالا. طيب إن كان القاتل من قتله كان أيضا محرما كما أن هذا محرم، فهنا العلماء يقولون إذا أمسك زيد المحرم صيدا حمارا وحشيا وجاء عمرو المحرم فقتله، فالآن من يضمن المحرم مسا أمسك والذي قتله أيضا إيه كان محرما؟ هذه مسألة طبعا معروفة في الحدود وهي قد اجتمع المتسبب والإيش والمباشر، اجتمع المتسبب والمباشر، الذي أمسك متسبب والذي قتل مباشر. لذلك هناك قولان قالوا نطبق القاعدة مضطردة كما في الحدود، إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمنا المباشرة على إيه على السبب، لو حفر زيد حفرة فجاء عمرو فألقى جعفرا فيها فإن عمرو الذي يقتص منه وزيد لا شيء عليه لأنه وإن كان قد حفر الحفرة هو لم يباشر قتل جعفر الذي قتله هو عمرو، فقالوا أيضا في مسألة الصيد هو الآن لم يباشر هو مسكه وهو لم يباشر، فقالوا إذا نقدم المباشرة على المتسبب. لكن هنا الحق أن نقول بأن المسألة على الاجتماع لأن الذي مسك تعدى أولا بالمسك هو محرم عليه ذلك، والمسك وسيلة إلى القتل، لذلك يشتركان في الجزاء، يشتركان في الجزاء، هذا الراجح صحيح. وإن قلنا يشتركان فبالنسب المتفاوت، فبالنسب المتفاوت هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي أردنا أن نظهرها تكملة للكلام على الصيد وفدى الصيد. الفرع الثاني في هذا الباب جناية المحرم على الصيد دون أن يقتله. المصنف أتى بمسألة أخرى فرع على التأصيل بأنه جناية المحرم على الصيد دون أن يقتله، يعني جاء زيد المحرم أو جاء أحمد المحرم أو جاء عمرو المحرم أو جاء السيد المحرم جاء إلى صيد بقر وحش، جاء إليه فضربه بحجر أو قل أخذ عصا فضربه وكسر قرنه أو قل أنه جرحه بسكين، جرح هذا الصيد، جرحه الجرح جرحان، جرح يبطل الامتناع عند هذا الصيد، جرح يقعده يجعله لا يمتنع من الذي يريد قتله، مفهوم؟ وجرح لا يقعده لكن ينقذه
ضابط المسألة ما أن جرح فلا بد أن ينام، والنوم فيه ما فيه من الخير. ها الجرح لابد منه، لابد فيه من الأرش، لابد من الضمان. الجرح تعدي والتعدي لابد فيه من ضمان. الجرح تعدي والتعدي لابد فيه من إيه؟ من ضمان. يبقى في البداية قل أصلا أصيلا الجرح، الجرح يقول إلى الضمان أو يستلزم الضمان. فنقول جرحه، سواء جرحه فأقعده أو جرحه ولم يقعده ففيه الضمان. مفهوم ولا لا اخوات الكرام؟ ممتاز. طيب جاء فجرح الصيد، جرح البقر، وجاء محرم اخر فقتله، فمن يضمن؟ قالوا الذي قتل هو المباشر. قلنا صحيح الراجح الضمان على الاثنين. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الجرح يستلزم الضمان، ومن باب اولى القتل يستلزم الضمان. فكيف نفرق بين الضمانين؟ فنقول الذي جرحه وما أقعده، يعني قد يمتنع، يعني يكون في جرح لكن ممكن يمتنع من الصيد. الذي جرحه عليه ضمان الجرح، أرش الجرح. وأرش الجرح قلنا كيف يقاس؟ اعرف سما، اعرف قيمته إيه؟ ها صحيحا، ثم اعرف قيمته معيبا، والفرق بينهما هو هذا أرش الجرح. قيمة المثل. طيب جيد ممتاز. بالتحديد قيمة المثل، لو وجدنا البقرة الوحشية فيها بقرة من الإنس من بهيمة الأنعام قيمتها 10,000 صحيح، جرحها فبالجرح نقصت إلى 8,000 ماشي، 8,000 في 2000 جرح ب 2000 مش مهم، إلى 8,000. يبقى نقول الآن الفرق بين 10,000 و 8,000 كم؟ 2000. 1000 منين؟ 2000 صحيح. فيبقى إذن يضمن 2000. طب الرجل الذي قتله؟ نقول المحرم الذي قتله يضمنه معيبا، يعني يضمن قتله معيبا. مفهوم؟ طيب هو معيبا كم قيمة المثل؟ كم؟ 8,000. إذن يضمن 8,000 واضح؟ هذا لم يقعده. فإن أقعده في المذهب وجهان، فإن أقعده فلم يمتنع قالوا عليه الجزاء كاملا. يعني جاء النفس البقر فضربها بالسكين فما استطاعت المشي، فبقيت إلى أن يأتي الفهد الهزيل الذي لا يستطيع أن يمشي ويزحف فيركب فوقه ويأخذ. أقعده، لا يستطيع أن يمتنع منه، لا يستطيع أن يمتنع من الصيد. فغرض المقصود إذا جرحه فلم يمتنع قالوا عليه الجزاء كاملا. طب هو جرح فلم يمتنع حتى وصل انه لم يمتنع، جاء الاخر المحرم الاخر فذبحه واكله يريد الاكل فاكله متعديا في الناحيتين، فهل نقول يضمن ارش الجرح والاخر يضمن قتل قيمه المثل قتله معيبا؟ قالوا لا، هذا قول وهذا ضعيف عندهم. قالوا عليه الجزاء كاملا والآخر عليه الجزاء كاملا. ليش؟ لأن الأول قد أقعده سبيلا إلى إيش؟ إلى قتل. لما جرحه الجرح الذي لا يمتنع معه كأنه قتله، وخلاص هيأه للقتل كأنه قتله. ولما جاء القاتل فقد باشر القتل، فالأول باللزوم والآخر بالأصالة أو بالمباشرة. ها يبقى أخذ باللزوم هنا، يبقى عليه الجزاء كاملا والآخر عليه الجزاء كاملا. طب لما الأول؟ لأنه يقعده بحيث لا يمتنع فهذا يقول إلى القتل، والذي قتله بالمباشرة من باب أولى عليه الضمان. وهذا صراحة فيه ما فيه من الإنصاف. يبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي مسألة قتل القارن بالصيد. إذا قتل القارن، القارن طبعا هو الذي لبى بالعمرة وبالحج قارنا، فقتل القارن للصيد في المذهب ليس عليه إلا جزاء واحد، عليه جزاء واحد إذا قتل حمارا وحشيا. طيب وقد قالوا فيه بقرة حكموا بالبقرة فعليه البقرة. أم هذا في المذهب؟ قلنا لما قالوا أن الله جعل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وقد حكم العدلان بالحمار الوحشي فيه البقرة.
أما أبو حنيفة قد قال فقال القارن عليه جزاء وعليه كفارتان، يعني لو مس الطيب فعليه كفارتان لا كفارة واحدة، لو قتل الصيد عليه بقرتان لا بقرة واحدة. لما قال أنه عنده إيش؟ عنده نسكان، قد أحرم النسكين فعليه كفارتين. هذا صراحة يعني هذا الكلام يعني من ناحية النظر قد يكون فيه شيء من القياس لكنه ضعيف جدا، فالقارن لا شيء عليه إلا ما جاءت العمومات به، وما قتله منكم فمتعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.